سوبر سوبر طيبة. هاي يا حلوين، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم منيح. اليوم بدي احدد معكم وصفتين لاستخدام عجينة البراف بيستري، وهول الوصفتين ما حياخذوا معنا وقت ابدا، كتير سهلين وكتير بسيطين. بس قبل ما نبلش بالوصفات، ما تنسوا تعملوا لايك لهالفيديو، سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وتفعلوا الجرس مشان دلكن على اطلاع بكل الفيديوهات وكل الوصفات يلي بدي نزلها. وهلا صار فينا نبلش. رح نبلش اول شيء بالوصفة السويت. مثل ما قلنا عندنا هون عجينة البراف بيستري، اكيد نحن شايلينها من البراد قبل بوقت مشان تقدر هيك تنشيل معنا بسهولة وتنمد معنا كمان بسهولة. طلعوا كيف انا جاية عندي على شكل مربعات، في منهم بيجوا شوي اكبر، ساعتها انتم بتقطعوهم بالحجم يلي بدكم اياه. هلا انا حجيب الشوبك مشان بدي مدها شوي، خليها تكون شوي شبه المستطيل. اوكي سو حنحطها هون وحنمدها لحديد ما تصير عنا شوي هيك جاية اكثر بالطول. حاول احط من النوتيلا، حاول هيك نمدها، حط من الشوكولات شيبس حنحطهم هيك نلفها، بس حناخدها من جنب الاطول ونحاول هيك نعملها كأنها رول. حنديرها هيك بهذا الشكل مثل ما نكون شايفين. اوكي صار عندي، حقصه بالنص، بس ما قصيته على الاخير، لاحظوا هون بعده مسكر. حجيب هلا هيدا الجنب على الثاني، اعمله مثل كانه عم بعمل جدوله، وبعد ما اكون خلصت حعملها هيك، حابرمها هيك، حخليها بهذا الشكل يلي شوي مالحين. حنعوز فيهم اي نوع جبنه انتم بتحبوه، وحنعوز كمان من الزعتر. سو كل اللي علينا نعمله انه حنخلط هالزعتر مع الجبنه، وانا لانه عم بحط زعتر عم عوز جبنه منها كثير مالحه، بس شوي زيت زيتون الاطراف هيك، بس حمدها شيء انه لانه حنرجع نسكرها هيك على بعضها ونعمل مثل كانه عم نعمل بوردر، يعني كانه عم نعمل مثل حيط حواليها، بس كرمال يصير عنا هيك شكل ويصير عنا مثل محل تنحط فيه الجبنه بالطريقه يلي انتم بتحبوها. يعني فيكم حتى ما تعملوا هالشي تحطوها دغري عليها يلي بدكم اياه. سو هيك صار عندي هيدي الفجوه. حجيب الخليط اللي نحن محضرينه من الزعتر والجبنه، ححط بالنص بهالشكل، وبعد ما اكون حطيت حاجي وحاول هيك اكبسهم شوي بالملعقه. خلصت، ننقلها على صينيه. وهيك صارت قطعتنا جاهزه.